لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. قال ابن جرير رحمه الله، يقول تعالى ذكره: إن المتذللين لله بالطاعة والمتذللات والمصدقين والمصدقين والمصدقات رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أتاهم به من عند الله. المتذللين لله بالطاعة، يقصد المسلمين أسلم لله عز وجل، ذل وخضع لأمره. والمسلمات المتذللات لله بالطاعة، والمصدقين والمصدقات المؤمنين والمؤمنات، والقانتين والقانتات لله المطيعين لله والمطيعات له فيما أمرهم ونهاهم، والصادقين الله فيما عاهدوه عليه والصادقات فيه. يعني هنا حملها على الصدق في الأفعال قبل الأقوال. والصابرين لله في البأساء والضراء على الثبات على دينه وحين البأس، والصابرات. والخاشعة قلوبهم الخاشعة قلوبهم لله وجلا منه ومن عقابه، والخاشعات. والمتصدقين والمتصدقات وهم المؤدون حقوق الله من أموالهم والمؤديات. والصائمين شهر رمضان الذي فرض الله صومه عليهم والصائمات، الصائمات ذلك الشهر. والحافظين فروجهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، والحافظات ذلك إلا على أزواجهن إن كن حرائر أو من ملكهن إن كن إماء. والذاكرين الله بقلوبهم وألسنتهم وجوارحهم، والذاكرات. الذكر بالجوارح يعني أن يكون في أمر الله عز وجل وطاعته. يقول: والذاكرات كذلك أعد الله لهم مغفرة لذنوبهم وأجرا عظيما، يعني ثوابا في الآخرة على ذلك من أعمالهم، على ذلك من أعمالهم، على هذه الصفات عظيمة، وذلك الجنة. عن قتادة قال: دخل نساء على نساء النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: قد ذكركن الله في القرآن ولم نذكر بشيء، أما فينا ما يذكر؟ فأنزل الله تبارك وتعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات، أي المطيعين والمطيعات، والخاشعين والخاشعات، أي الخائفين والخائفات، أعد الله لهم مغفرة لذنوبهم وأجرا عظيما في الجنة. قال ابن زيد: أجرا عظيما قال الجنة، وفي قوله والقانتين والقانتات قال المطيعين والمطيعات. عن عطاء
لا أدري هل عن عامر أم عن نوع فيها. عن عامر؟ عن عامر يعني إذن هو الشعبي. قال القانتات المطيعات. عن مجاهد قال قالت أم سلمة يا رسول الله يذكر الرجال ولا نذكر، فنزلت إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. عن أم سلمة قالت قلت يا رسول الله أيذكر الرجال في كل شيء ولا نذكر، فأنزل الله إن المسلمين والمسلمات. عن ابن عباس قال قال نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما له يذكر المؤمنين ولا يذكر المؤمنات، فأنزل الله إن المسلمين والمسلمات. دليل على كلمة إن الذين آمنوا دخل فيها النساء في كل المواضع، إنما ذكر أنه إذا ذكر بصيغة المذكر، لأنه إذا اجتمع مذكر ومؤنث أو رجال ونساء ذكرت بصيغة المذكر. عن مجاهد قوله إن المسلمين والمسلمات قال قالت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ما للنساء لا يذكرن مع الرجال في الصلاة، فأنزل الله هذه الآية. عن عبد الرحمن بن شيبة قال سمعت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول قلت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما لنا لا نذكر في القرآن كما يذكر الرجال، قالت فلم يرعني ذات يوم ظهرا إلا نداؤه على المنبر وأنا أسرح رأسي فلففت شعري ثم خرجت إلى حجرة من حجرهن فجعلت سمعي عند الجريد، فإذا هو يقول على المنبر يا أيها الناس إن الله يقول في كتابه إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى قوله أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. الجريد اللي هو جدار المسجد. قوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. يقول تعالى ذكره لم يكن لمؤمن بالله ورسوله ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله في أنفسهم قضاء في أنفسهم يعني فيهم، يعني إذا قضى الله فيهم أمره أن يتخيروا من أمرهم الذي قضي فيهم ويخالفوا أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وقضاءهما فيعصوهما. ومن يعص الله ورسوله فيما أمر أو نهيا فقد ضل ضلالا مبينا. يقول فقد جرى عن قصد السبيل وسلك غير سبيل الهدى والرشاد. الخيرة الاختيار، يتخير هل يفعل هل لا يفعل، يرى لنفسه أن يختار بعد أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وذكر أن هذه الآية نزلت في زينب بنت جحش حين خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم على فتاه زيد بن حارثة، فامتنعت من إنكاحه نفسها. عن ابن عباس قوله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا إلى آخر الآية، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق يخطب على فتاه زيد بن حارثة، فتاه يعني الذي كان عابدا له، وذلك أنه كان في صغره أعتقه وجعله ابنا له قبل أن ينزل التبني. قال فدخل على زينب بنت جحش الأسدية فخطبها، فقالت لست بناكحته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فانكحيه، فقالت يا رسول الله وآمر في نفسي
أأمر في نفسي؟ فبينما هما يتحدثان أنزل الله هذه الآية على رسوله صلى الله عليه وسلم: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، إلى قوله ضلالة مبينة. قالت: قد رضيته لي يا رسول الله منكحا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا أعصي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد أنكحته نفسي. إسناده ضعيف، خصوصا ما قد أنكحته نفسي، يعني تبشر العقد بنفسها، هذا لا يصح. عن مجاهد قوله: أن تكون لهم الخيرة من أمرهم، قال زينب بنت جحش وكرهتها نكاح زيد بن حارثة حين أمرها به رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن قتادة قوله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، قال: نزلت هذه الآية في زينب بنت جحش، وكانت بنت عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضيت، ورأت أنه يخطبها على نفسه، فلما علمت أنه يخطبها على زيد بن حارثة أبت وأنكرت، فأنزل الله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، قال: فتبعته بعد ذلك ورضيت. عن ابن عباس قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش لزيد بن حارثة، فاستنكفت منه وقالت: أنا خير منه حسبا. وكانت امرأة فيها حدة، فأنزل الله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا، الآية كلها. وقيل نزلت في أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط، وذلك أنها وهبت نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فزوجها زيد بن حارثة. قال ابن زيد في قوله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا، إلى آخر الآية، قال: نزلت في أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط، وكانت من أول من هاجر من النساء، فوهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فزوجها زيد بن حارثة، فسخطت هي وأخوها وقال: إنما أرادنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فزوجنا عبده. قال: فنزل القرآن: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، إلى آخر الآية. قال: وجاء أمر أجمع من هذا، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. قال: فذاك خاص وهذا جمع، يعني في كل الأمور. قال ابن كثير رحمه الله في قوله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا، قال العفير ابن عباس في هذه الآية: وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق ليخطب على فتاه زيد بن حارثة، فدخل على زينب بنت جحش الأسدية فخطبها، فقالت: لست بناكحته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل فانكحيه. قالت: يا رسول الله، أؤامر في نفسي؟ فبينما هما يتحدثان أنزل الله هذه الآية على رسوله صلى الله عليه وسلم: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا، الآية. قالت: قد رضيته لي منكحا يا رسول الله؟ قال: نعم. قالت: إذن لا أعصي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد أنكحته نفسي. ولا إسناد ضعيف. عن ابن عباس قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش لزيد ابن حارثة، فاستنكفت منه، يعني امتنعت بتكبر، وقالت: أنا خير منه حسبا. وكانت امرأة فيها حدة، فأنزل الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، الآية كلها، أيضا في إسناده ضعف.
وهكذا قال مجاهد وقتادة مقاتل بن حيان أن إنها نزلت في زينب بنت جحش حين خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم على مولاه زيد بن حارثة فامتنعت ثم أجبت. وقال عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم نزلت في أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط وكانت أول من هاجر من النساء يعني بعد صلح الحديبية فوهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فقال قد قبلت فزوجها زيد بن حارثة يعني والله أعلم بعد فراقه زينب يعني كان ده كان بعد فراق زينب بعدما زوجها الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. قال فسخطت هي وأخوها وقال إنما أردنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فزوجنا عبده. قال فنزل القرآن وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا إلى آخر الآية. قال وجاء أمر أجمع من هذا النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. قال فذاك خاص وهذا جماع. روى الإمام أحمد بإسناد صحيح عن أنس قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم على جليبيب امرأة من الأنصار إلى أبيها فقال حتى أستأمر أمها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم إذا. قال فانطلق الرجل إلى امرأته فذكر ذلك لها فقالت لا الله ذا لا والله ما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا جليبيبا وقد منعناها من فلان وفلان. قال والجارية في سترها تسمع. قال فانطلق الرجل يريد أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقالت الجارية أتريدون أن تردوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره إن كان قد رضيه لكم فأنكحوه. قال فكأنها جلت عن أبويها وقال صدقتي. فذهب أبوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن كنت رضيته فقد رضينا. قال فإني قد رضيته. قال فزوجها. ثم فزع أهل المدينة يعني أصابهم فزع غزو فركب جليبيب فوجدوه قد قتل وحوله ناس من المشركين قد قتلهم. قال أنس فلقد رأيتها وإنها لمن أنفق بيت بالمدينة أكثرها نفقا يعني. لا ده هو بيقول أفعل تفضيل من النفاق هو الرواج يقال نفقت السلعة والمرأة نفاقا كثر طلابها وخطبها. وروى الإمام أحمد عن أبي برزة الأسلمي أن جليبيبا كان امرأ يدخل على النساء يمر بهن ويلاعبهن كان طبعا يعني قبل فرض الحجاب أو كان هذا في الجاهلية. فقلت لامرأتي لا يدخلن اليوم عليكم جليبيب. فإنه إن دخل عليكن لأفعلن ولأفعلن. قال وكانت الأنصار إذا كان لأحدهم أيم قال وكانت الأنصار إذا كان لأحدهم أيم لم يزوجها حتى يعلم هل لنبي الله صلى الله عليه وسلم فيها حاجة أم لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل من الأنصار زوجني ابنتك. قال نعم وكرامة يا رسول الله ونعمة عين. فقال إني لست أريدها لنفسي. قال فلمن يا رسول الله؟ قال لجليبيب.
الحديث في مسلم لكن ليس بهذه الألفاظ، الألفاظ فيها بعض الغرابة. قال: فقال يا رسول الله أشاور أمها، فأتى أمها فقال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخطب ابنتك؟ فقالت: نعم ونعمة عين. فقال: إنه ليس يخطبها لنفسه، إنما يخطبها لجليبيب. فقالت: أجليبيب إني، أجليبيب إني، إني تستعملها أو إني تستعمله العرب في الإنكار. كأنها يعني يقول كأنك تستبعد هذا الأمر. قالت: لعمر الله لا نزوجه. فلما أراد أن يقوم ليأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخبره بما قالت أمها، قالت الجارية: من خطبني إليكم؟ فأخبرتها أمها. قالت: أتردون على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: شأنك بها. قالت: أتردون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره؟ ادفعوني إليه فإنه لن يضيعني. فانطلق أبوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: شأنك بها. فزوجها جليبيبا. قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة له، فلما أفاء الله عليه قال لأصحابه: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: نفقد فلانا ونفقد فلانا. فقال: انظروا هل تفقدون من أحد؟ قالوا: لا. قال: لكني أفقد جليبيبا. قال: فاطلبوه بالقتلى. فطلبوه فوجدوه إلى جنب سبعة قد قتلهم ثم قتلوه، يعني ثم قتلوه المشركون. فقالوا: يا رسول الله، ها هو ذا إلى جنب سبعة قد قتلهم ثم قتلوه. فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام عليه فقال: قتل سبعة وقتلوه، هذا مني وأنا منه مرتين أو ثلاثة. ثم وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على ساعديه وحفر له ما له سرير إلا ساعد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم وضعه في قبره ولم يذكر أنه غسله رضي الله عنه. قال ثابت: فما كان في الأنصار أيم أنفق منها. وحدث إسحاق ابن عبد الله بن أبي طلحة ثابتا: هل تعلم ما دعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: اللهم صب عليها الخير صبا ولا تجعل عيشها كدا. كذا قال: فما كان في الأنصار أيم أنفق منها. هكذا أورده الإمام أحمد بطوله، فأخرج منه مسلم والنسائي في الفضائل قصة قتله. هي طبعا أنفق، الظاهر منها كثرة النفقة والله أعلم. يعني مسلم مفهوش الرواية بتاعت الزواج، فيها الرواية بتاعت هل تفقدون من أحد اللي في مسلم. وذكر الحافظ أبو عمر ابن عبد البر في الاستيعاب أن الجارية لما قالت في خدرها: أتردون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره؟ تلت هذه الآية: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وروى عن طاووس قال إنه سأل ابن عباس عن ركعتين بعد العصر فنهاه، وقرأ ابن عباس رضي الله عنه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قال: فهذه الآية عامة في جميع الأمور، وذلك أنه إذا حكم الله ورسوله بشيء فليس لأحد مخالفته ولا اختيار لأحد هاهنا ولا رأي ولا قول، كما قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون
حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يلد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وفي الحديث الذي نفسي بيده: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. بعض العلماء حسنه وبعضهم ضعفه، لكن معناه صحيح بلا شك. ولهذا شدد في خلاف ذلك فقال: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، كقوله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قل قولي هذا واستغفر. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.